السلام عليكم، أترحم بلف شرح شابتر 9. شابتر 9 بحكي لي عن الديزاين بين فور مومنت. ديزاين بين فور مومنت يعني أنا بدي أصمم البيم على المومنت. شابتر 8 كان انترودكشن، وكنت أصمم سكشن معين، أشوف كم المومنت كاباسيتي له، أحكي اف واي في زد، وإذا بدي الإلاستيك أحكي اف واي في اس. الاس اللي هو السكشن مودلس، المومنت اوف انرشي على السي. رح تحكي لي تمام، كان مقدمة بسيطة عن البيم، واستعملنا كمان الإلاستيك ثيوري. هسا بهذا التشابتر راح نتعلم كيف نصمم مومنت بكل الحالات، يعني في عندي إذا كان إلاستيك، بلاستيك، إن إلاستيك، وهكذا. هسا بشكل عام لو بدنا نفهم البيم كيف بتصرف، البيم نتيجة لوزنه، بصير في عليه بيندينج. تمام. راح تقول لي كمان البيم لأنه طويل، بيم الستيل لأنه طويل بصير في تويستينج، دوران، بصير في انحراف جانبي. بسبب ايش؟ طبعا بسبب التنشن والكمبرشن. تخيل انك انت بتعمل ايش، تنشن والكمبرشن سوا مثلا، فايش بصير فيه؟ بصير فيه تويستينج. هسا مشان ما يصير عندي انحراف جانبي اللي هو لاتريال باكلينج، بعمل له تدعيم، يعني مثلا البيم زي هيك مثلا، بحط فوقي سلاب، او فرض لو فرضنا انه هذا البيم، لو فرضنا هاي سلاب وهاي بيم مثلا، وهاي بيم ثاني، وهاي بيم ثالث. فهاي البيمات لو حطيت فوقيها سلاب بصير لها تدعيم، تدعم بشكل عام، فببطل في عليها لوكال باكلينج او لاتريال باكلينج. ممكن اعمل تدعيم فقط مثلا على السبورت لحالهم، يعني اعمل تدعيم فقط للسبورت لحالهم، يعني انا بقدر ادعم زي ما بدي. بالنهايه بدعم حسب الطول وحسب الحاجه. بفضل كمان التدعيم يكون متقارب مشان ما يصير عندي انحرافات كثير. هسا في عندي اشي اسمه LB، هذا الطول غير المدعم. كيف يعني الطول غير المدعم؟ يعني هسا لما احنا نحكي في عندي بيم وفوقي سلاب، شو ماله هذا؟ بيكون الطول غير مدعم زيرو، يعني كله مدعم، اما لما يكون مثلا عندي بيم وهذا انترنال سبورت مثلا، هند سبورت وهذا هند سبورت، بقول لك لو انا عملت له التدعيم، اشاره التدعيم هون بالستيل بسموها اكس، لو حطيت له هون تدعيمه وهون تدعيمه، بيكون ال بي هو هذا الطول، هذا كامل ال بي. اما لو كان التدعيم مثلا زي هيك، بقول لك ال بي هو الطول غير مدعم، هذا غير مدعم وهذا غير مدعم، فبالتالي هذا ال بي وهذا برضو ال بي، يعني الطول بين التدعيمتين هو الطول غير المدعم، ال بي بسموه. طب شو بفيدني هذا الاشي؟ انا هذا التدعيم بفيدني مشان اعرف اذا انه راح تكون عندي البيم الاستيك او بلاستيك او ان الاستيك. طيب هسه كيف انا بدي اميز اذا هذا بلاستيك او ان الاستيك والى اخره؟ بكل بساطه في عندي رسمه بين محور اكس وبين محور واي. محور اكس بحط فيها الطول بشكل عام لينث، ورسمه هون بحط الامن ومنال، شو بصير عندي بالمومنت نتيجه زياده الطول بشكل عام. هسه لو انا بدي اقسم هذا المنحنى، بقسمه لشيء اسمه ال بي دي، وهذا شيء ما بحتاجه، يعني اعتبره مش موجود بالرسمه. في عندي ال بي، في عندي الار، طبعا هذول كلياتهم خصائص للسكشن، كل سكشن له البي لحاله والار لحاله والبي دي لحاله، وعندي هون الامن من البيزيد كل ما اطلع لفوق. فبالتالي في عندي رسمه اذا كان الطول من ال ل ال بي يعني هيك، بعدين بصير عندي لينير، بعدين بعد هيك بصير عندي كيرف، هاي المنطقه اذا كان الطول بين ال ال وال بي، يعني كان بيناتهم، تكون هاي بسموها زون 1. شو يعني زون 1؟ يعني هاي بلاستيك، يعني المومنت اعلى ما يمكن. لما يكون الطول المدعم بيساوي صفر مثلا، بيكون المومنت عالي جدا. ليش مومنت عالي جدا؟ لانه او بتحمل مومنت عالي جدا لانه ما عليه انحراف جانبي، يعني كله مدعم طول. يعني قلنا ال بي، هسه اي نقطه على هذا المنحنى بسموها ال بي، اللي هي الطول اللي انا بدي اشوفه الغير مدعم. فلما يكون طول غير مدعم زيرو، معناته المومنت اعلى ما يمكن. اما لما يكون بين ال بي وال ار، يكون هنا منطقه اسمها زون 2، واللي حكينا عنها ان الاستيك.
في المرحلة الأخيرة زون 3 هاي سلندر أو إلاستيك. تمام. فأنا بهذا الشابتر راح أتعلم كيف أصمم الزون 1، وإحنا فعليا تعلمناها بالسكشن السابق، وراح نتعلم كيف بالشابتر السابق زون 1 كان مباشرة أم نومينال بتساوي اف واي في زد، هاي معادلة زون 1. أما معادلة زون 2 في بدها انتربوليشن وعندها بدها عدة معادلات، وزون 3 نفس الإشي. فبالتالي أنا أول خطوة بهذا الشابتر بدي أعملها، بدي أفحص إذا هو بأي زون بيكون معطيني الـ LB اللي هو الطول الغير مدعم، وأنا الـ LP والـ LR بجيبهم من المانيوال، هس بقول لكم كيف بنجيبهم من تيبل معين. فبالتالي LP و LR معي ومعي الطول غير مدعم، بفحص بشوفه بأي زون وبصمم عليه. طبعا كل زون ممكن نخرج فيديو لأنه شوي طويل الإشي، هسا دائما لما نصمم بنحاول إنه يكون بالزون 1. تمام. ليش بنحاول نصممه؟ انه يكون المومنت بلاستيك، ليش؟ مشان يتحمل اعلى ما يمكن، فبلاستيك زون 1 يعني. بس احنا راح نتعلم مناطق، هو الافضل. بقول لك معادلته ام بلاستيك يعني بتساوي اف واي في زد. بالتالي لما احنا نصمم نطلب من ال ار اف تي نقول فاي ام بي تساوي 0.9 في اف واي في زد، هاي معادله الزون 1. فمباشرة شفت البيم عند زون 1، بطبق هاي المعادلة. الزد نجيبها من المانيوال إذا كان رولد سكشن W سكشن يعني، وإذا كان البيم بيلت أب سكشن نحسبها يدوي زي شابتر 8. فعشان هيك تتمكن من شابتر 8 قبل ما تدرس شابتر 9. هسا في عندي مصطلح اسمه كومباكت سكشن. كومباكت سكشن بكون أبعاده نحيفة وبضل بمرحلة الزون 1، يعني مباشرة لما شوف كلمة كومباكت سكشن أعرف أنه هو بالزون 1. نون كومباكت سكشن نتعلمها بعدين. هسا الـ LP بتساوي 1.76 في RY في جذر الـ E على FY. طيب ليش هذا القانون حطيته؟ انت قلت لي من المانيوال. افرض السؤال بيلت اب سكشن، بدك تطبق القانون هذا، بدك تطلع RY وتحل عليه. طيب الـ LR لها قانون بالمانيوال طويل كثير، يعني فعليا يعني مستحيل يجي عليه بيلت اب سكشن مشان افحص اي زون لانه جدا جدا صعب. تمام. ال LR لو تفتح المانيوال بتلاقيها، عشان هيك ال LP انا بتلزمني، انا ممكن يعطيني ال LR معطى و LP انا احسبها مشان البيلت اب سكشن. فبالامتحان لو جاب لي بيلت اب سكشن وقال لي اوجد ال LP طبق هذا القانون، ال RY بنجيبها من بنحسبها يدوي اللي هي جذر I على A. تمام. اسف عندي اكزامبل، خلينا نفوت على الكتاب إذا موجود بالكتاب، إذا مش موجود بالكتاب نكتبه. طبعا هذا اللي حكيته زون 1 وزون 2، وهي بقول لك أنت صنفته بتشابتر 8، وزون 2 وزون 3 حكيت عنهم. فبالتالي هاي معادلة الديزاين للزون 1، وهاي الـ LPT ما هاي قلنا مالناش فيها، الـ LP أبدني إياها. فهون ديزاين فور زون 1 هذا اللي حكيته قبل شوي. فعندي هذا الإكزامبل، بقول لك is the compact and laterally brassed shown، يعني قال لي هل هذا السكشن الكومباكت واللاترالي براست يعني مثبت جانبيا قوي ليتحمل اذا كانت الاف واي 50، قوي ليتحمل اللود. بقول لك افحص بالال ار اف تي والال اس تي، ما لناش فيها، بدنا بالال ار اف تي. يعني هذا قال لي انه هذا السكشن كومباكت ومدعم جانبيا، فبالتالي مباشره بعرف انه زون 1 مباشره. فبقول لي هل بتحمل ولا لا؟ هسا بقول لك هون W section 21 ب 44، الديد لود 1 والليف 3، بس الواحد نت اكلودينج بيم ويت. فطب كيف انا بدي اطلع الديد لود؟ بقول لك الديد W ديد شو بتساوي؟ 1 زائد هاي ال 44 باوند على فيت، وهذا كي على فيت، يعني شو بتعمل؟ تقسم على 1000. فال 44 تقسمها على 1000 فبتطلع معي 1.044. ركز الوحدات، فال W ultimate راح تكون عندي 1.2 في 1.044 زائد 1.6 في 3، فبتطلع معي 6.05
بعد هيك بطلع الام التيميت بتساوي دبليو التر بي على 8. ليش دبليو التر بي على 8؟ هذا سمبلي سبورتد بيم ستراكشر يعني. بطلع الام التيميت وبفحصه بالام نومينال اللي هو اف واي في زد مضروب 0.9. طيب زد كم؟ طبعا في عندي زد اكس وزد واي، هنأخذ الاكبر زد اكس. تمروا على الجدول بارت 3 بسموه بالمانيوال، مروا على زد اكس ومروا على السكشن تبعنا. شو السكشن تبعنا؟ 21 ب 44. طبعا يا مروا على الجدول يا مروا على مانيوال دبليو سكشن، خليني شوي افتحه. يا مروا على مانيوال دبليو سكشن، شو بنحط؟ هاي زد، هاي زد. فانا يا بروح بجيبها جاهزه اف واي في زد في 0.9 يا انا بحسبها. طيب شو السكشن اللي عندي انا؟ 21 ب 44. هاي 21، هاي 44. كم الزد؟ الزد له 95.4. فأنا يا بحكي 0.9 × 50 × 95.4 وتساوي قيمة بفحصها مع ال W ألتر بي على 8. هاي بشوف شو عمل، قال لك البيم ويت كذا نفس ما عملت هون، زد إكس قال لك هي كذا. فالأم من السكشن اف واي زد طبعا 12 للتحويل، فبطلع قيمة الام بي. طبعا بي على اكس، ليش ام بي على اكس؟ لانه زد اكس اخذت، لو زد واي بكون اسمها ام بي واي. فبالتالي دبليو التر بي على 8 كذا، فطلعت معي الام التيميت يعني بعد ما ضربتها ب 0.9 اعلى من الام دبليو التر بي على 8، معناته اموري تمام. بقول لك بدل ما تطلع زد اكس واف واي في زد، بقول لك بتقدر انت تطلعها من المانيوال بشكل مباشر من بارت 3. كيف؟ من هون بتروح بدك تدور على السكشن تبعك. السكشن تبعك 21 ب 44، فبتروح تدور على 21 ب 44، بدك تضلك تدور لتلاقي. طبعا هاي هي اللي بتطلعها، هيو 21 ب 44. هيو الفاي في ام بي اكس هي كم؟ 358، اللي هي نفسها اللي ضربتها اللي طلعتها هون. هي نفسها زي كأنك طلعت هاي وضربتها ب 0.9. فأنت عندك طريقتين، يا بتروح على المانيوال بتجيب الزد وبتضرب، يا بتروح بتدور بها، يا بتروح بتدور بها. هذا أول example كان. بقول لك السكشن اللي بعده beam weight estimate. لو أنا وزن البيم مش معي شو بدي أعمل؟ يعني هذا السؤال select the beam section يعني design. طب أنا كيف بدي أصمم بيم ومعطيني load وأنا بدي أصمم هاي؟ بقول لي طيب خلينا نقرأ السؤال. select the beam section by using LRFD and ASD method for the span loading shown health simply supported beam assuming full lateral support is provided for the compression flange. يعني بالcompression flange في عندي أنا تدعيم جانبي بشكل كامل، يعني إنه LB بتساوي 0، يعني H بالبلاستيك، يعني FY في Z. طيب هذا السؤال لو بدي أحله، لاحظ إنه W did هي مش شامل وزن البيم، مش شامل وزن البيم. طيب شو اعمل؟ في عندك طريقتين، يا بحل على اساس انه اتجاهل الوزن وبعدين بزيد الوزن اللي بطلعه وبفحص اذا المومنت عندي اكبر ولا لا، يا بفرض وزن من عندي. كيف يعني؟ يعني هذا السؤال افرض انه ما عندي وزن، فانت بتحكي 1.2 في 1.5 في 1.5 بيعطيني ايش؟ W ديد. طبعا لاحظ هذا W وهذا P، يعني مركز موزع، مش بروح بحكي 1.6 وبدير بالك. والبي ألتيميت راح تكون 1.6 × 30. تمام بطلع كل واحدة لحال، بعدين بروح أم ألتيميت، بروح بحكي أم ألتيميت بتساوي بجمع المومنتين W W ديد تربيع W ديد في L تربيع على 8 زائد بي ألتيميت في L على 4. طبعا W ديد إيش؟ ألتيميت اللي هي هاي 1.5 وهاي. فبطبقهم بطلع الام التيميت وبعدين بروح بختار اقرب سكشن. هيو شو قال لك هون؟ افرض انه وزن البيم مش موجود، فطلعت المومنت التيميت 562، 562. هسه بدي اروح على الجدول هذا واختار مومنت اعلى من 562، بس عندي شرط انه اللي بدي اطلعه بدي اياه غامق. كيف يعني غامق؟ يعني انا المومنت اللي طلعته 562.5،
فانا بدي اجيب مومنت اعلى من 562.5. طيب امشي، هاي 503، هاي 540، هاي 548، هاي 551، هاي 563. طيب ال 563 بتحمل 562.5، معناته باخذه. بقول لك لا، انت لما بدك تصمم وتختار بيم بتختار الاخف، بتختار هذا البيم، تختار اللي بيكون غامق. طلع هذا الجدول، هذا الجدول كل صف كل مقسم لمجموعات، هاي مجموعة، أول مجموعة، أول سطر بالمجموعة غامق، أول سطر بالمجموعة غامق. فأنا لما أصمم بصمم على الغامق، يعني طلع معي من ضمن المجموعة الواحدة، يعني طلع معي هذا مثلا 18 ب 97، ما بروح بأخذه، بروح بأخذ هذا مباشرة، بأخذ الغامق. هذا نفس الإشي، فأنا طلع عندي المومنت 562.5، إيش يعني 563 بتحمل، بس ما بأخذه، بأخذ هذا. فبالتالي السكشن اللي أنا اخترته 24 ب 62 بتحمل لي مومنت 574. طيب شو بتعمل بعد هيك؟ هيو شو اختار 24 ب 62، هيو اختاره. طب هو اختاره اكمل؟ بدك تكمل. هسه شو صار؟ انت لما حليت قبل شوي طلع معك المومنت 562.5، اخترته بدون وزن البيم. طب انا هسه اخترت سكشن، شو بعمل لما اخترت سكشن وزنه 62؟ بالطب زي مثال اول، راح تحكي دبليو ديد راح يساوي 1.5 زائد ايش اخترت السكشن انا 62، يعني 62 على 1000. وبطلع هسه المومنت، بطلع هسه المومنت، فهون بتحل. يعني شوف دبليو التيميت حل زي ما قلت، طلع معي ام التيميت 571. طيب كم انا المومنت اللي عندي 574، معناته السكشن بتحمل، كونه بتحمل معناته خلص اموري تمام، معناته اختار السكشن. ليش؟ لانه 574 اكبر من 571. اما لو انا حليت وطلع معي ال 24 ب 62 بعد ما اخترته وضفت الوزن البيم على الوزن الدد، وحليت طلعت معي الكاباسيتي اقل من المومنت، من المومنت ديجرام، شو بتعمل؟ بدك تختار سكشن اكبر. يعني راح تروح بدل ما تختار هاي بتروح تختار 600. ليش 600؟ لانه انا بشتغل على المجموعات، بشتغل على المجموعات. وليش الغامق؟ الغامق احنا دائما ندور اقتصاديا، والغامق هو دائما فعليا ابعاده قليله وبتحمل مومنت وبنفس الوقت اقتصادي خفيف، بندور على الخفيف. يعني لاحظ هاي 90، هاي 68، هاي 106، هاي 68، فمرتبين انه انا باخذ اخف سكشن بتحمل. تمام. فعندي سؤال ثالث بيقول لي the 5 inch reinforced concrete slab، يعني هاي السلاب 5 inch جاي لتدعم W section، ال W section بين كل W section والثاني 8 inch، وكل بيم واحد منهم طوله 20، يعني لجوه 20، هم simply supported. هسا الكونكريت سلاب بتدعم 100 BSF، determine the lightest steel section required to support the slab by the LRFD procedure. It's assumed compression flange fully supported laterally. يعني انه زون 1. وزن البيم 150 مليهم. شو بنعمل هسه؟ هسه حكينا احنا لما نحل يا منفرض وزن البيم، يا منحل، يا منحل بدون وزن البيم بعدين بنجمعه وبنختبر. هنا فرض وزن البيم، فرض من الخبرة، فرض انه وزن البيم 22، يعني بدي اختار سكشن يكون اخرته 22. حل قال لك السلاب ويت، شو وزن السلاب لحاله؟ 5 × 12 للتحويل، ضربها ب 150 وضربها ب 8. ليش ضربها ب 8؟ ليش ضربها ب 8؟ مشان لانه فيت، وحداد فيت، يعني انه انا بدي اضرب، يعني انا ال 150 هاي فيت تكعيب، فبدي اضرب فيت وبضرب فيت، فوزن السلاب 500 بعد لكل فيت. وإيش عمل بعدين؟ جمع لها 22 اللي هو وزن البيم، فوزن الليف 8%. شو 8%؟ اللي هو أخذ من السنتر هذا سنتر هذا، فقديش المسافة هاي؟ من هون 4 ومن هون 4، زي شابتر 1، زي شابتر 2. رجع شابتر 2 بتلاقي إنه أنا ما أخذ من سنتر لسنتر، وضربت الوزن وضرب المسافة، فطلعت الدبليو ليف، طلعت الدبليو ديد، فالدبليو ألتيميت كذا، طلع W ultimate 95.3. فشو راح؟ راح عن مانيوال، شاف سكشن بتحمل 595.3، هاي ال MBX تظل نازل لل 95، هاي ال 95 هون 97.5، هاي 92.6، هاي 92.6،
ما بتتحمل 95، 97.5 بتتحمل 95 وبنفس الوقت وزنها 22. معناته ايش؟ بختارها. لما اخترتها 97.5 اكبر من 95 اموري تمام. تمام. فهذا الشيء ان شاء الله يكون واضح. هذا من تشابتر 2 السؤال تقريبا، بس بدك تعرف بالزون واحد، الزون الاول شو تعمل؟ تعرف انه اف واي في زد، واذا بدك تصمم بيم فعندك ممكن يكون وزن البيم معك وممكن او السكشن معك او وزن البيم مش معك. اذا وزن البيم مش معك يا بتفرضه، وانا ما بحب افرض بصراحه، بحب اني احل بعدين اختار سكشن، بعدين انه افحص على السكشن لانه انا ما بعرف وزن البيم دائما بعرف شو احطه. تمام. هسا في عندي درس اسمه الهولز اون بيم. هولز اون بيم يعني انا لو في عندي ثقوب بالبيم، لو عندي ثقوب بالبيم. هسا بنعرف انه البيم بتعرض لتنشن وبتعرض لكمبريشن، فبالتالي في عندي انا لو فرضنا بوزيتيف مومنت، بوزيتيف مومنت يعني هيك وهذا سنترويد، معناته هاي المنطقه كومبريشن وهاي المنطقه تنشن. هسا بحكي لك لو انا حطيت ثقوب بالكومبريشن ما بيأثر عندي، لان كومبريشن ما بيهمني البرفي، بس لو حطيت ثقوب بالتنشن يعني بيم عليه ثقوب بيأثر عندي، الثقوب بتأثر عندي، فبالتالي الهولز اون بيم بدي احسب حسابها، بدي اشوف كمان اذا الثقوب مؤثره ولا لا. بدي تعرف شغله واحده، انه المومنت بيشيله الفلانج والشير بيشيله الويب، فبالتالي انا بالعاده بحط الثقوب بالفلانج. هسا لو السكشن كان فيه ثقوب بده اخذها بعين الاعتبار لانه بضاعف المومنت كاباسيتي، اكيد تقل الاريا بتقل كذا بياثر على كل شيء. هسا الثقوب بحطها بالويب اذا كان الشير قليل، وبحطهم بالفلانج اذا المومنت قليل والشير عالي. يعني انا متى بحطهم بالفلانج الثقوب؟ لما المومنت يكون قليل، لانه احط مومنت عالي فبالتالي الفلانج بتصير، ما هي الفلانج هي اللي بتشيل، فليش انا احط مومنت، ليش احط ثقوب والمومنت عالي عندي؟ فانا بحط لما يكون المومنت قليل والشير عالي. هسا اذا الثقب كبير بحط بليت مشان لانه الثقب بقلل من الشير سترينث بشكل عام. هسا وجود الثقوب بالويب ما بتاثر على الزد. تمام. هسا في عندي قانونين بيحكي لي FU في الاريا للفلانج. طبعا نت يعني ايش نت؟ يعني بتطرح قطر البراغي، اكبر او تساوي YT في FU في FY قصدي في اريا فلانج جروس، في اريا فلانج جروس. اذا كانت الاف يو في اريا نت اكبر من الواي تي في اف واي في اريا فلانج الجروس، بقول لك ما في تاثير على البراغي، ما في تاثير، يعني خلاص بصمم طبيعي ولا كانه في عندي براغي. اما اذا كانت اف يو في اريا فلانج للنت اقل من واي تي في اف واي في اريا فلانج جروس، بيكون عندي تاثير، وبالتالي الامنومينال قبل ما اضربه 0.9 بيكون هو FU في اريا فلانج للنومينال للنت قصدي في اريا فلانج للجروس ضرب الاس اكس ضرب الاس اكس. تمام. طب شو الواي تي؟ بقول لك الواي تي بتساوي 1 اذا كانت FY FU اقل من 0.8، وغالبا هيك تكون واي تي تساوي 1.1 اذا كانت اف واي اف يو اكبر من 0.8. فبالتالي انا بدي افحص طرفين، اذا الطرف اليسار اكبر من اليمين اللي فيه رابتر مثلا، زي ما نقول الرابتر اعلى من اليلدنج يكون اموري تمام، اذا مرض الرابتر اقل من اليلدنج بدي اغير المومنت، تمام. في عندي اكزامبل، هاي المعادلة اللي حكيت عنها، بيقول لي determine the phi bn. phi bn يعني النومينال، المومنت النومينال. إذا استعملت two line of one inch bolt standard holes in each flange، يعني أنا حطيت خطين براغي بكل فلانج. تمام. خطين براغي، يعني لما أطرح أرينت بطرح اثنين. وبقول لك الفرع الثاني اذا كان 1 inch bolt
فور لون، اربع براغي بكل فلانج، اربع براغي يعني اكثر. فايش بعمل انا؟ اول شيء بدي افحص، بدي اطلع هسه W24-177 السكشن اللي انا معطيني اياه، هاي خصائصه. انا شو بهمني من خصائصه؟ ثيكنس الفلانج وال450. ليش الثيكنس الفلانج بتهمني؟ عشان بدي اطرح الاريا نت، لما احكي الاريا نت من شابتر 3، والبي فلانج مشان الاريا للفلانج. فبالتالي اول شيء بطلع الاريا فلانج جروس، شو بدها تساوي؟ البي فلانج ضرب ثيكنسها هاي. طب ايش الاريا فلانج نت؟ الاريا فلانج نت بدها تساوي الاريا فلانج جروس هاف شابتر 3. اللي ما بعرف شو بعمل هون يرجع لشابتر 3، ناقص بالفرع الاول كم برغي حكى لي؟ برغيين، بضربهم قطرهم واحد وبزيد قطر الهول، ما تغير اشياء شابتر 8 شابتر 3. وطبعا ايش بضربها؟ بضربها بالثيكنس للفلانج. فالفرع الثاني شو بعمل؟ نفس الاشي بس اربع براغي. فشو بعمل بعدين؟ بفحص الطرف اليمين والطرف اليسار، بفرض الطرف اليمين والطرف اليسار. فاريا فلانج جروس كذا، اريا افلان نت كذا، فافيو في اريا فلانج النت كذا طلعت معي. فحص الاف واي على افيو طلعت اقل من 0.8، فالواي تي بتساوي 1. لما حل طلع معي المعادله الاولى انه التاثير البراغي ما له تاثير. ليش؟ لانه اكبر، لانه اف واي اكبر. فايش صار؟ الامنو من الجبهه من الجدول او حكى اف واي في زد. ايش الهاي؟ 1920، 1920 اللي هو اختار سكشن 24-167. هاي قديش المومنت عائله؟ 1920. اما هذا ليش؟ انه ما في تاثير براغي. لما صار في عندي هون تاثير على البراغي طلعت معي اقل. فايش اخذ؟ اخذ الامنو من الجديد هو 65 ضرب الاريا فلانج نت ضرب الاس اكس على اريا فلانج جروس، طلعت معي هيك قسمها على 12 مشان التحويل، فطلع معي المومنت بعد ما ضربته 0.9 1429. لاحظ انه تاثير البراغي على التنشن فلانج اثر عندي من 1920 ل 1429. فانتبه على البراغي. طبعا لاحظ انه ممكن يقول لك انا حطيت 1000 برغي هون، اما هون حط لك برغي واحد عادي. يعني هون هو قال لك ان اي تي فلانج، بس ممكن بالامتحان يجي يقول لك حطيت لك بالكومبريشن 20 برغي 20 لاين، وبالتنشن حط لك 3 لاين. فانت لما تحل بتحل على 3 لاين، انت دائما تشغل على جهه التنشن. كومبريشن ما بهمني، كومبريشن ما بهمني، البراغي على التنشن، البراغي على التنشن. تمام. هسه هذا الفيديو الاول من شابتر 9 كان بخص الزون 1. ان شاء الله الفيديو الجاي بيكون الزون 2 والفيديو الثالث زون 3، او ممكن زون 3 2 3 سوا والزون الثالث لحاله، او زون 2 3 سوا والزون الاخير او الأشياء الأخيرة بالشابتر لحالها، لأنه الشابتر شوي طويل وأفكار زحمة، فما بدنا نطول عليكم بالفيديو الواحد مشان ما تنعسوا. فهيك إن شاء الله أول زون يكون الفهم، نعرف إن إحنا ما نطبق غير F Y في Z، أو أصلاً بنجيبهم كلهم من المانيوال جاهزين. بس إذا عندي براغي نشتغل نرجع لشابتر 3، بس بدل ما كنا نطلع لود بنطلع هون إيش؟ مومنت. وننتبه على وزن البيم، بيهمني كثير وزن البيم، ما بدنا نهمله من هون لنهاية الشابتر. يعطيكم العافية.